ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. خلصنا كلام في الكورة ونرجع معاكم تاني لموضوع حلقتنا اللي هو الطاقة. معانا ونورنا في الستات بتلعبها صح خبيرة الطاقة الدكتورة سهى عيد، واللي هتكلمنا عن علم الطاقة وكل حاجة بيتدخل فيها، سواء المكان أو الأشخاص أو السوشيال ميديا أو طاقتنا إحنا وجسمنا وحاجات تانية كتير. أهلا بيك يا دكتور. يا أهلا بيك. يا منورانا. منورانا وألوانك منورانا. طاقة حلوة. في طاقة دخلت علينا. في انرجي كده، طاقة حلوة. أول حاجة كده عايزين نعرف الناس بمنتهى البساطة كده، يعني إيه علم الطاقة؟ هو أنا متخصصة في حاجة صغيرة بس مهمة وكبيرة، هي طاقة المكان. إزاي يكون عندنا بيت وشه حلو علينا وعتبته حلوة ونشوف الخير والسعادة عليه. فهو طاقة المكان أو الفانشوي علم صيني. أيوة. قديم يعني من آلاف السنين، وكان معروف في الحضارة المصرية القديمة والهندية، بتهتم بمسارات الطاقة الغير مرئية في المكان. علشان يبقى المحل ده عتبته حلوة وأدمه حلو والبيت ده يكون بيت سعيد وكله أخبار سعيد. يعني ده حقيقي انه في حاجه اسمها عتبه حلوه او مكان ريحه حلوه ومكان ريحه ولا ايتم ولا مش عارفه المكان ده مش لا ما هو بقى احنا بنقوله كده في حياتنا او في ثقافتنا الشرقيه، ولكن هو يعني منظمه كبيره جدا، المنظمه العالميه للفونشوي مقرها هونج كونج. في ناس زي من يعني انا يمكن انا العربيه والمصريه الوحيده العضوه في هذه المؤسسه العملاقه الكبيره قوي في العالم، وفي بقى في اليابان ومن المانيا ومن انجلترا ومن كل انحاء العالم. ازاي نقدر نخلي البيت او المكان اللي انا فيه او اعرف اذا كان المكان ده طاقته كويسه او مش كويسه؟ دي بتتبع حاجات كتير قوي، الالوان، تنظيم المكان، بتتبع منظومه كبيره قوي، مسارات الكهرباء في البيت، بتتبع التهويه والمنافذ الهواء والشمس جايه منين، بتتبع كمان حاجات خاصة بالإنشائي بتاع المكان. فين مكان المطبخ، فين مكان التلفزيون، فين مكان غرفة الجلوس، فين مكان أوضة النوم، حاجات كده منظومة لذيذة قوي. ولكن إحنا عشان المشاهدين نعرفهم نعمل إيه، فدي حاجة بتتبع مثلا زي ما بنقول الألوان. إحنا ربنا خلقنا من طين، فحلوة قوي الألوان الفخارية، الحجرية، البيج، الأوف وايت، الألوان اللي هي الهادية اللي هي تعبر عن الهدوء النفسي. لأن أنا مش عايزة أخش بيتي ألاقي باليتة ألوان وألاقي مثلا ورق حائط مشجر وعلى مقلم على وزحمة وكده، فده بيعمل للناس الموجودين في البيت طاقة بصرية مزعجة. حتى لو ده ذوقهم؟ بصي، ما هو حتى لو ذوقهم، هو ذوقهم غلط فهتبقى الحياة معاهم غلط. تمام. لكن احنا نعلمهم يبقى ذوقهم صح. طيب بالنسبه لفرش البيت، يعني عرفت كده ان المفروض العفش يبقى على شكل ال شيب، بيبقى في مشاكل في المرايات انها تبقى مش عارفه قدام السرير، يعني كلمينا اكتر عن الاثاث. يعني لو خدنا مثلا هنا كمثال، يعني احنا لو خدنا مثلا مثال الناس اللي بتنام بطريقه غلط وفي مكان غلط وبتبقى عندها عدم استقرار في حياتها وعدم نجاح وعدم انجاز، هتلاقي معظم الناس دي ما بيجيلهاش راحه نفسيه في النوم وعمق في النوم. لان في مثل صيني قديم يقول ايه، نام مرتاح ياتيك النجاح. فازاي تنام مرتاح؟ ان انت مثلا لما تكون نايم على سريرك ما يبقاش الباب بتاع الحمام او باب اوضه النوم في وشك مباشره. واحنا قديما اجدادنا كانوا بيقولوا ايه، مجرح. الحاجه الثانيه ان انا ما نمش بقى وقدام وورايا الحائط المشترك مع مواسير الميه، يعني حمام. ما اكونش نايمه ورايا الحمام مباشره، وده غلط. يعني ممكن يكون حمام غرفه اخرى او حمام مثلا بتاع غرفه النوم ما يكونش ورا راسي مباشرة. لأن في مواسير مية، ومعروفة أن مواسير المياه متحركة باستمرار حتى لو قافلين الحنفية، فدي برضو بتعمل عدم استقرار وبتعمل مشاكل كتير قوي للزوجين في النومة دي. حاجة التالتة كمان والمهمة جدا، أن احنا دلوقتي بقت موضة الدولاب يبقى كله مرايات من بره. يعني ده غلط. زمان كنت تلاقي الدولاب ايه، تفتحي درفة الدولاب تلاقي المراية جوه. صح. تمام. تقفلي تلاقي معمول كده ديزاين حلو، خشب، اويمه نظيفه، نقشه حلوه. ف
فده جمال الشغل الخشب. لكن دلوقتي بقى عندنا النجار مش شاطر فيروح ملزق لك مرايه على وش الدولاب ونامي تلاقي نفسك قاعده مش عارفه تنامي خالص. طب فعلا لو يعني الترانسبيرنت اللي بيروح الترانسبيرنت حلو بس ما يكونش يعني ان هو يبقى الدولاب شايف انا بطن الدولاب من جوه يعني الحاجات حتى لو الحاجه مترتبه يعني لو مترتب هيبقى حلو ولكن المشكله كلها حتى لو مترتب هتحسي بازعاج انت عايزه تشوفي حاجه مصمطه وحاجه هاديه فدي من الحاجات يعني انا بنصح انك ممكن تحطي ستاره جوه عشان ما تشوفيش المنظر اللي هو حتى لو مش مترتب بس حاجات كتير. اوكي. المرايه المفروض تكون فين؟ المرايه تكون في الجيم تمام عشان تديكي طاقه حركيه وقوه وغير مناسبه لطاقه النوم والهدوء والارتياح للسبكونشس او العقل الباطن. المرايه ممكن تلاقيها في النايت كلوبس والحاجات اللي فيها فرفشه وحركه كتير ورقص وكده. لكن ما تكونش في غرفه سلام على المرايه بقى لما تبقى في وش السرير ودي برضو غلط يعني كتير قوي بتحصل بس برضو يعني خلينا نقول ان كل واحد بيبقى عنده اوضه منفصله فصعب قوي ان انا احط المرايه بره ومش عارفه ايه جوه لو انا اوضتي عملت كل حضرتك بتقولي عليه وعايزه احط المرايه في مكان ما في الاوضه احطها فين اكتر مكان صح حلو السؤال قوي ده بحط المرايه في المكان اللي هو نقدر نقول ان انا وانا نايمه ما اشوفش انعكاس جسدي اثناء ما انا نايمه يعني انا حطيت جسمي على السرير وابص كده واشوف حواليا كده هل انا شايفه السرير من احد المرايات اللي موجوده ولا لا لو مش شايفاه يبقى كويس قوي ممكن تكون السراحه على جنب ممكن تكون على الجنب التاني ولكن ما اشوفش نفسي فيه الحاجه الرابعه برضو في غرفه النوم اني ما نمش ورايا الشباك الطبيعي انه يكون يميني او يساري وليس خلفي فبرضو من الاخطاء الشائعه والشاسعه ان السرير فوق الشباك بالظبط بيعمل حركه مقلقه وبيخلي الانسان غير ناجح في حياته وغير مستقر في عمله ودايما عنده كده يعني ده بيأثر على الحياه مش بس على عدم راحتك في البيت حقيقة. طب انا عايزه اسال حضرتك يا دكتور دايما برضو الناس تقول لك ايه انا محسوده انا عندي مشاكل كتير في حياتي هل ده ممكن نربطه برضو بخطوات في الحاجات اللي احنا بنعملها في البيت يعني ممكن اعمل حاجات تخلي طاقة البيت حلوة تخلي الموضوع يقلل الحسد يعني أسمع الملح يعني كلمينا بقى عن الحاجات اللي كلنا بنعاني يعني منها حاجات دي. كتير هي بتبدأ من بني آدم الشخص نفسه يعني أنت لو قدرت بقى تقول إن أنا محسود 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 هيركبك الحسد ده هيلبسك الحسد دي حقيقة لكن لو ما أنت عندك ثقة بنفسك عن طريق ديكورات مكانك اللي بتديك قوة وثقة بالنفس هتلاقي نفسك ان انت اركز اكتر ومش هيأثر عليك اي حاجة فدي برضو بتتبع الطاقة الايه اللي مش كويسة احنا عندنا حاجتين مهمين قوي في البيت بنعملهم لما يكون عندنا مثلا ضيوف او يكون عندك مثلا بارتي او حفلة او حاجة زي كده او حتى ما عندكيش اول حاجة ان احنا بنمسح البيت بمية وملح زي المعتقدات الشرقية القديمة دي حقيقة ده الطبيعي ودي ليها اصل علمي على فكره لان احنا مثلا ما بنيجي نمد الكهرباء والحاجات دي كلها بنعمل حاجه اسمها تأريض او ايرث تمام فبنحفر تحت المبنى ومن مترين ثلاث امتار كده كتير ونبتدي نحط ملح خشن عشان نسحب الكهرباء الزياده نفس الكونسبت اللي هو كان جدتي وجدتك كانوا بيعملوه نمسح البيت بميه وملح مع فتح الشبابيك هنلاقي الدنيا ايه هديت وبقت افضل ممكن نحط ملح خشن في الاركان. لو انا عندي باركي وخايفه على مسح الخشب يبوظ يبقى انا اقدر احط كوبايه ملح كده وميه في الركن او ارش شويه ملح في الاركان وبيتلم برضه يا دكتور ما بيتسابش صح يعني ممكن يتلم طبعا وممكن ترشيه رش عادي وليه في الاركان لان الزوايا التقاء الحوائط مع بعض الزوايا الحاده دي مركز تجمع الطاقات السلبيه يعني ايه دايما تلاقي عندك في الركن كده شعر تلاقي تراب تلاقي عفاره تلاقي حاجات كده مش لطيفه ليه لانها تجذب هذه الاشياء الطاقات السلبيه وتردها عليكي فعشان كده بافضل حاجه ان احنا دايما الاركان الابواز بنحط فازه حلوه نقفل بيها الركن نحط شويه ملح لو احنا مش قادرين ان احنا نقفل الركن وهكذا فدي من الحاجات على فكره البرنامج اسمه الحريفه وانا حريفه في شغلي لا حريفه طبعا طب بالنسبه برضو للحسد دايما الناس تحب تحط لون ازرق لا عين الحاجات دي بقى ايه يعني مثلا انت ساعات كتير قوي الكريستال ده حاجه مهمه جدا
في البيوت، ودي الكريستال. حقيقه. ليه بقى نجفه كريستال، حاجه كريستال، ودايما تحاولي تنضفيها، ما تخليهاش متربه معظم الوقت. يعني كل شهر تنضفيها او كل شهرين عشان تكون مطلقلقه، يعني تبرق. ليه؟ الكريستال معروف او الازاز العموم، حتى لو الازاز او الكريستال بيبقى فيه انشطارات، تحسي كده في شطرات حواليه. الانكسارات دي لما بيجي مسار طاقة غير مرئي سلبي على الأشخاص أو على المكان بيفتته، فما بيكونش قوي، يقدر إن هو يعمل حاجات مش كويسة لأهل البيت، فبالتالي بيفتته وبيشتته، ودي حاجة حلوة. فتلاقي دايما رجل الأعمال كتير قوي، بعض رجال الأعمال يعني بنصحهم طبعا، وهم من غير ما اقول لهم ساعات بيحبوا الكريستال، بيحطوه على مكتب من المكتب بتاعهم. لما يكون عندك مثلا حلو قوي ضيوف ويكون في كريستال نجفه كريستال، لما يكون عندك بارتي او ضيوف او ناس كتير موجوده ومش عايزه تركيز للطاقات، على طول بعد ما يمشوا تمسحي المرايه، مهم قوي مسح المرايات عشان تزيلي اي اثر سلبي في المكان. دكتور اخر سؤال عايز اساله حضرتك، الالوان، يمكن حضرتك كلمتي كمان عن الالوان. واحنا بما ان احنا في النادي الاهلي، فاللون الاحمر يعني في ناس دايما تقعد تقول لك ايه الاهلي اول ما بيلبس الاحمر بيكسب. طبعا. هل ده فعلا؟ ده حقيقي، ده حقيقي، ده من حظه الحلو ان لونه احمر. عارفه ليه؟ نار على علم، فاهمه ازاي؟ احنا اللون الاحمر، احنا دلوقتي السنه الصينيه بيحتفلوا بيها، اللي هي العلم اللي هو الفانغ شوي جاي من الصين اصلا كمان، لان هو فيه مكتوب دوكيومنتد، حاجات مكتوبه عنه مقروء او معروفه من 4000 سنه. الحضاره المصريه كمان كان فيها فانغ شوي، بس ما وصلناش حاجات كتير الا عن اشكال البناء والاتجاهات الجغرافيه. نيجي للون الاحمر، ده لون جاذب، لون قوي، طاقته عاليه جدا. فانا يعني انا بصي هقول لك حاجه، اللون الاحمر ده بيحطوه على ابواب المحلات علشان ايه؟ يتعرفوا، فيجي اللي عايز يشتري حاجه تلاقيه يقرب للمكان اكتر، فبيبقى فيه مكاسب وفي فوز وفي حاجات كتير قوي. لما تشوفي واحده ماشيه لابسه احمر، اول ما تقولي لها لابسه احمر دي عينك هتيجي عليها على طول. بالظبط، ملفت جدا. فانا عايزه اقول لك اللون الاحمر لون طاقته قويه جدا، اللي هو بنسميه بالفانغ شوي نار على علم. حاجه ثانيه اللعيبه، انا من مكاني ده متاكده 100% اللعيب السوبر اللي نمبر 1 الهداف اللي بيبقى رائع جدا في المباراه، هتلاقي عنصره من تاريخ ميلاده ناري، يا ناري يا خشبي يا ارضي. تمام. ده اللعيب اللي هو مائي او معدني لا يمكن يعرف يلعب في النادي. دكتور ده الموضوع كبير قوي، احنا عايزين حلقات. لا لا لا، وهتلاقي الحريف هتلاقيه في النادي الاهلي ليتبع العنصر القوي الاول الجامد مع النار، هتلاقيه ناري او خشبي او ارضي، لا يمكن تلاقيه. احنا زي النادي الاهلي حريف، واحنا حريفه، كنا لابسين من كام يوم احمر ومبسوطين قوي ومشجعين. نورتينا دكتور بجد، وان شاء الله تنورينا حلقات تانية كتير. نشكرك جدا بجد على الطاقه الايجابيه اللي اديتيها لنا، وان شاء الله يكون كله استفاد منك. خلصت فقرتنا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا. استنونا.